أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وهذه النصوص: وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة والجمال، إلى ربها ناظرة. وإذا عديت نظرة بإلى فهو نظر الوجه، وقد تكون نظرة بمعنى انتظر، نظرة كما قال الله تبارك: فناظرة إلى ميسرة، يعني انتظار إلى ميسرة. ولكن إذا لم تعد نظر كذا نظره، أي أمهله، نظره بمعنى أمهله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينتظرون. لكن إذا جاءت بإلى وإلى العين فهو نظر الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الوجوه ناظرة إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فرؤية المؤمنين ربهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ينظر إليه ويتنعم برؤيته جل في علاه، فهي تنظر إلى الله أي تراه سبحانه وتعالى. للذين أراك ينظرون، هذه عامة، ينظرون كل شيء، ومنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذا قول الذين أحسن الحسنى وزيادة، فسرها النبي كما سيأتي أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم.